سورة حفظها كثير من المسلمين. الممثل زركشي يكون معلما. وأصحابه سيكونون أصحاب القرية. فشاهدوا وخذوا عبرة منها. القرية ويدعوهم إلى عبادة الله بدلا من عبادة الأوثان ردوهم ردا شديدا. فهذا مثل القرية التي ردت الدعوة إلى الله. قال الله في القرآن الكريم: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. إخواني في العقيدة، هذه الليلة المباركة ندرس معنا عن قصة الأصحاب القرية وأصحاب ياسين. وكانت سورة ياسين هي قلب القرآن، والله بعث محمدا لينذر العرب، فإنه ما آتاهم من نذير من قبله. فأمر الله الرسول صلى الله عليه وسلم بضرب المثال لهؤلاء المكذبين برسالاته الرادين لدعوته مثلا يعتبرون به ويكون لهم موعظة إن وفقوا للخير. وذلك المثال أصحاب القرية وما جرى منهم من التكذيب لرسول الله وما جرى عليه من عقوبته ونكاله. وكل الأنبياء والمرسلين يدعون وينذرون قومهم بأن يطيعوا أو أمر الله ويجتنبون نواهيه. فما بعث الله نبيا بعد وفاة محمد صلى الله عليه وسلم فأمته ورثة محمد. الآن من أراد أن ينذر قوما أنطقية ارفع اليد. أنت يا شمعون ويهانا وبودس اذهبوا إلى قوم أنطقية ودعوهم إلى كلمة لا إله إلا الله. نقرأ كفارة المجلس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هيا نساعده. طيب كيف حال يا شيخ؟ أنا تعبان. من أنتما ومما جئتما؟ نحن رسول عيسى ندعوكم من عبادة الأوثان إلى عبادة الرحمن. أما معكم آية؟ نعم، نحن نشفي المريض ونبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله. إن لي ابنا مريضا منذ سنين فانطلق بنا نتلوم على حالي. هيا استرق بي. الآن تفضل جلوسك. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما ولا عالما. أمن أمن رب العالمين. الآن افتح قليلا فقليلا. Syafa'ahumullah ta'ala wa hakadha mimma yakun wala walidika. Ma huwa Allah? Huwa alladhi khalaqna wa khalaqas samawati wal ard wa idha maridu ahadun fa huwa yusfihi. Qallida ba'li liqawli ashhadu an la ilaha illallah. وأشهد أن عيسى ابن مريم نبي الله. وأشهد أن عيسى ابن مريم نبي الله. الآن أنتما مسلمان. وبلغوا إلى الناس لا إله إلا الله. آمنت بربكم وربي عيسى بن مريم. وشفى الله تعالى على أيديهم كثيرا من المرضى وكان لهم ملكا. اشتروا الثمرات الثمرات يا ملك. شكرا. استمع. يا ملك شكرا. استمع. يا ملك شكرا. استمع. اشتروا من وفي مجد. نحن رسول عيسى ندعوكم من عبادة من لا يسمع ولا يبصر إلى عبادة من يسمع ويبصر. لكما إله دون آلهتما. نعم، من أوجدك وآلهتك. قوما حتى أنظروا في أمركم. إنا إليكم مرسلون.
ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قومي يا قومي يا قومي اتبعوا مرسلين اتبعوا مرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهلون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون ما فهمنا كلامكم وجعلني من المقدمين